ما مدى القول المأثور من فعل اثنين من ثلاثة حل؟ هل يحل بالحلق والطواف دون الحلق أو التقصير؟ بالحلق والطواف دون الحلق دون الرمي بالحلق والطواف بالرمي والطواف دون الحلق والتقصير. كثير من أهل العلم يرى أنه يحل التحلل الأول بالرمي فقط، أي برمي جمرة العقبة يوم العيد، ولكن الظاهر أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق. وأما العبارة المشهورة عند الفقهاء أنه يحل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة وهن الرمي والحلق والطواف، فلا أعلم في هذا سنة، لكن فيه قياس والنظر، لأن الطواف له تأثير في التحلل الثاني، فإذا كان له تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول، فعلى كلام الفقهاء إذا رمى وطاف حل التحلل الأول وإن لم يحلق، وإذا حلق وطاف حل التحلل الأول وإن لم يرمي، وإذا رمى وحلق حل التحلل الأول وإن لم يطف. نعم.